ابدا. يلا يلا نول جايز. طبعا احنا بنكسل نحط اوزان في الصاله، فبنحط اللون الصغير ده نلعب بيه. عاش يا لول، عاش. يلا عاش. تمرين ده جميل، ويا سلام بقى لو نلعب كده يا لول. يلا سقف. ها بصوا يا جدعان، الناس بتروح الجيم تكره الاوزان، واحنا بنلعب سبت حد واحنا بنلعب بالاوزان. الله ينور. بالله. اهلا بكل مشاهدينا ومشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان. احنا معاكم دلوقتي في قصه جديده ولايف جديد مع كابتن ياسمين اللي مجننه الدنيا. كابتن ياسمين اول مدربه رجال في مصر في مجال الفتنس واللياقه البدنيه. هنعرف ايه القصه وايه الحكايه وابتدت ازاي. ازيك كابتن ياسمين؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله في نعمه يا رب دايما. الحمد لله. ايه الجمدان ده ما شاء الله؟ اهو الحمد لله، فضل من عند ربنا. ربنا يديك الصحه يا رب. قولنا بدات ازاي مجال الجيم؟ بدات الجيم كنت 52 كيلو، كنت رفيعه جدا وكانت الناس مسميني بتاعه الصومال. بتاعه الصومال. اشمعنى الصومال؟ عشان كان عظمي كله باين. اه حاجه معظمه قوي فوق النحافه بشويه. حلو. اشتغلت على نفسي، كنت بحب العضلات قوي. ببص لصوره روني كولمان وبحس ان هو ده البني ادم المثل الاعلى بتاعي، في حبه للحديد وفي حبه للعضلات، مش في الجسم، في حبه للحديد والعضلات. فمن هنا بدات ان انا اشتغل على اللعبه. تمام. بدات ان انا احب اللعبه، بدات ان انا اديها. تمام. وانا بحب شكل العضلات سواء في بنت او في ولد. تمام. انا بحب شكل العضلات. بس بدات واشتغلت وزدت. عملت بلك جامد جدا، وصلت ل 117 كيلو. ودلوقتي 117 كيلو؟ لا انا وصلت ل 117 كيلو وزن. ودلوقتي الحمد لله بعد ما خسيت بعد اصابات كتير قوي وعين كتير قوي، الحمد لله وصلت 88 كيلو. بس انا كنت 117، يعني عفرت لحد لما وصلت ل 117 كيلو. عانيت بصراحه شويه، الحمد لله سنين تعب سنين. لينا تقدر بتشيل وزن قد ايه ما شاء الله؟ الحمد لله ما فيش اي دمبل في الصاله ما برفعوش، حتى الدمبل ال 60 لو انت تجيبه تصوره كده. بصوا انتوا جيتوا على غفله، لقيتوا الدمبل ال 60 ده مرمي مهمل عليه تراب. طب الرجاله ما بتلعبش بيه. طب ما تورينا. طيب انت ما انا معيش الشداد، الوزن ده لازم شداد. ممكن العبه رجل، ممكن العبه في تمرينه رجل وازود عليه كمان. كمان انا ممكن افك الدمبل وازود على ال 60. طب ما تورينا اي دمبل من دول بعيد عن ال 60، يعني اقل من ال 60 مثلا شويه. طب احنا ممكن نقول ان انا ما سخنتش فوق وما لعبتش. وعندي مشاكل كتير جدا مع البايسبس، ويكفيني تكنيك ان انا ارد على اللي بيقولوا ان انا باخد هرمون، ان في عز التعب انا هلعب بيهم باي وبالراحه وبالمنظر ده. اللي بيلعب اصلا العضله البدري في الجيم ما بيعرفش يعمل التمرين ده بالسهوله دي. وده تحدي لاي حد. الله ينور الله ينور. ماشي. الدكه دي معوجه، ممكن هتقولها دكة تانية. الدكه دي عشان خاطر محمد. معلش يا جماعه، الدكه لما بيكون فيها اي مشكله او مش مربوطه او فيها اي مشكله بتاثر معايا جدا جدا في ايه، في حته الزاويه دي، عشان الواحد لازم يبقى بيلعب وهو حاسس بالعضله انها مظبوطه. تمام. يلا يا جدعان، يلا يلا, يلا. طالعه. يلا يا محمد. عاش. عاش. طبعا انا بعمل كده يا جدعان وبتساعد كده عشان انا عندي قطع في الكتف. طالعه. اوه انا ما ينفعش اطلع اثر الطلعه دي. تمام. دور. الحديد ده عشق يا جدعان. عشق. كام كيلو؟ 60 كيلو الاثنين. عاش. عاش يا بطل. شك. عاش. لا تودني. الله ينور. ايه الجمدان ده؟ في رجاله ما بتقدرش تعمل اللي انت بتعمليه، وما بتلعبش بالاداء ده، وبينتقدوني ان انا بلعب غلط، وبينتقدوني ان انا عامله في نفسي كده ليه؟ ما تنشافوا. عامله في نفسك كده ليه؟ يعني حلقه الشعر ليه؟ ليه عامله كده؟ حلقه الشعر دي ملهاش علاقه ولا بالحديد. ملهاش علاقه كده. تمام؟ ولا ليه علاقه بحديد، ولا ليه علاقه ببنات واولاد، ليه علاقه ان شعري اتحرق من البروتين فشلته، فريحني وهو متشال، وانا كده كده ما بخرجش بشعري. انا بربط دايما حاجه على شعري، فطالما ما حدش شايفني ايه الازمه ان انا اعمل حاجه لنفسي. لكن مش مجبره اتمرن بحاجه تخنقني. يعني انا في الشارع ما بمشيش كده.
امال بتمشي ازاي؟ بمشي يا اما بايس بوب يا اما ببندانة كده كده شعري متغطي. فشعري ده لنفسي مش لحد. ما بقولكوش يا بنات اعملوا كده. ما بقولش للشباب ان ده حلو. يا جماعه انا عامله حاجه سيبوكوا مني، خدوا مني الجانب الكويس. انتوا ليه باصين لي في الوحش؟ ايه ابرز الانتقادات اللي بتتعرض لها؟ يا واد يا بنت. بتضايق الكلمه دي؟ ما بتضايقنيش. ما بتضايقنيش لسبب. لان انا هكرر تاني المره المليون، البنت ما يعيبهاش ان هي تبقى مسترجله. اوعي تزعلي ان حد يقول لك انت مسترجله. لا، الراجل اللي يزعل على نفسه لما حد يقول له انت شبه البنات او زي البنات. تعيبه. يعني انت بالنسبه لك البنت تبقى ولد عادي، لكن الراجل لا. يعني قولها اما انت مسترجله كده ليه ومدكره؟ دي حاجه ما تعبش، ما تعبكيش. مش لازم تبقي كده وسايسه عشان تبقي. لعبنا اي لعبه ثانيه؟ كملي. مش كده، لا. تقدر تشيل لنا الواد ده؟ اقدر. تعال خش خش من هنا تعال. بس ده كبير شويه يا جدعان. ماشي. اشيله؟ عايزين اشيله ازاي؟ شيليه شيليه كده. العادي بيد واحده يعني. بيد واحده زي ما كنت واقف بيها على رجلي دلوقتي. اشيله ازاي؟ اشيله ازاي؟ من ايديه يعني، من رجليه وايديه كده لفوق. لا مش هيك. طب نقول يا ايه يا رب. ها يلا. رفعناه اهو فوق. اهو اهو قريب الارض. لا خلاص خلاص، حرام حرام، الاطفال احباب الله. تمام، بتتعامل ازاي مع الانتقادات اللي بتتعرض لها؟ بعدي عليها وبمشي، ما بشوفهاش. شفافه بالنسبه لي. بس باخدها عشان ازيد. انت بتنتقدني، طب انا هعلى اكتر عشان احط عليك اكتر. مش هخليك انت هدفي، لا هزود هدفي قدام عيني اكتر عشان اعدي وعشان اكبر. بجد يا جماعه سيبكم من التعليقات السلبيه. اي حد في حياته بيقابل تعليقات سلبيه. لو ملاك بجنيحه من السماء بيقابل تعليقات سلبيه. فما تخليناش نسمع التعليقات السلبيه دي بعد اذنك. تلعب اي حاجه، تلعب اي حاجه. دي خفيفه. يلا عاش عاش ياسمين. عاش. طبعا الرفرفه دي يا جماعه من الحاجات اللي المفروض ان اللي عنده اصابه الرجل اصابه في الكتف زي ما يلعبهاش. تمام. طبعا انتوا لو تلاحظوا اصلا كده، عشان الناس اللي بتقول لي ما بتلعبيش رفرفه ليه، انا عندي الكتف ده بيطلع مظبوط خالص اهو، لان ده اللي الاصابه بتاعته ارتاحت. تمام. الكتف ده لو تركزوا بصوا هو بيجي لحد هنا وبيقف، ما بيطلعش حتى من غير وزن. تمام. فمحدش ينتقد ان الوزن ده انا بلعبه بالاداء، التمرين ده بلعبه بالوزن ده. يعني لو ركز كده على كتف الشمال شويه بعد اذنك، الاصابه اللي في الكتف باينه قوي، القطعه باينه قوي مع الرفعه اهي. لو ركزت في المرايه كده هتلاقي الكتف ده غير ده خالص، الكتف ده بيطلع غير ده تماما. الكتف ده فيه قطع. فانا التمرين ده المفروض ان انا ما العبوش، ورغم كده بخفف وزنه وبلعبه. انت كام سنه يا كابتن ياسمين؟ 30 وماشيه في 31 ان شاء الله. متجوزه؟ لا. متجوزه الحديد. ازاي؟ يعني بحب الحديد. الحديد هو بيتي وهو حياتي، والعضلات هي عيالي. اللي انا بسعى ان انا اكبرها بجد. زي ما اي ام بتحب عيالها وبتسعى ان هم يبقوا احسن حاجه. انا بحب عضلاتي وبسعى انها تبقى احسن حاجه. حقيقه مش كلام بيتقال. مين اكتر حد بيشجعك وبيدعمك سواء من اسرتك او اصدقائك؟ من اسرتي؟ لا مفيش حد بيدعمني. كلهم رافضين الحديد وكارهينه. ليه ده؟ بالنسبه لاسرتي. اما بالنسبه لاصحابي مفيش برضه حد بيشجع، لان محدش بيحب الخير لحد. ده كل اللي اقدر اقوله. ليه طيب؟ بقول لك ايه ده؟ انا كملت عشان لسه. طيب انا معايا الناس علي. الناس انت عارفه الناس مصره تتحداني ليه؟ ويجربوا الكودرول. اهو هقفل الجهاز برضه. فريش معاك كده كام كيلو؟ ده كده كام كيلو؟ ده حوالي 120. حوالي 120. ادينا الصوت. حوالي 120 تمام؟ نلعب بيه ايه بقى يا جدعان؟ عايزين نلعب بيه ايه؟ نغير دي؟ زي ما حضرتكم شايفين. طب انا عندي حل حلو. 120 كيلو. حلو، ممكن نلعب ال 120 كيلو دول بالايدين، وفي خيار تاني ان انا اقلل بتاع اربع خمس مرات والعبهم بايد واحده، تختار ايه؟ ورينا ده وده. انا طماع. انت جاي يا انت جاي في فحته. انت جاي في فحته النهارده. طيب ماشي. نحط نقفل الاوزان كلها. لا عادي شغال. تمام؟ تمام. وبنزل بالوزن بمنتهى البساطة اهو. ها! ايه! 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 السويد ده يا جدعان ما بيبقاش استعراض، ده بيبقى ألم بجد.
يا جماعه ما حدش يتريق على الصوت عشان ده فعلا الم، ده بجد الم. واهم حاجه بقى الثبات اللي تحت ده عظمه. ودينا العضله كده يا جمال، يا جمال على العضله. بركز بقى على الظهر كمان عشان دي بتشغل ظهر، هتلاقي حاجات كده في الظهر جميله، حتة الزبالة كده قوي. اه في حاجات بص بتلعب من ورا ازاي، ونطلع بالراحه بالوزن كده، مفيش داعي ان الوزن يرزعنا في الجسم، شكلنا بيبقى وحش قوي يا رجاله. صح صح. الله ينور الله ينور. قدرت انت اصابه من شويه إيه؟ صح؟ اه كنت متخيل ان انا بعد الاوزان ما وقعت على رجلي بالمنظر ده هقوم اتمرن؟ لا انت واحد من الناس اهو غريب وما كنتش متوقع. صراحة لا. شفت بعينك. انا كده كل يوم جهاز يقع عليا واقوم اكمل تمرين، بار يقع عليا واقوم اكمل تمرين. يا جماعه حبوا الحديد وحبوا الجيم، يا جماعه حبوا الحديد وحبوا الجيم، مش هقولها تاني. ضربتي حد قبل كده؟ لا ما بحبش اضرب حد، انا شخصيه سالمه جدا. عشان مفيش حاجه في الدنيا مستاهله. بس لو عايز تجرب مفيش مشكله. بس لو حد، لو حد بجد يعني، لو حد فعلا يستاهل يتضرب هيتعجن. يعني هو مش معنى كده ان انا مش كفيل ان انا اضرب حد، لا، بس انا بشوف ان الحياه ما بتمشيش كده. ايه الموقف اللي ممكن يخليك تضربي حد قدامك؟ لا مفيش حد يقدر يستفزني لدرجه ان انا اضربه غير لما انا تكون دماغي عايزه تضربه. او يقل ادبه بقى ويعيش الدور ويحاول يستعرض. فلا لازم يتحط عليه. انت ايه كده لازم يتحط عليه. ينفع تعملي عايز ايه مدي يعملك ايه؟ نفس التمرين التاني اللي انا لسه محطومه فيها قدامك. سأل معلش. طب انا هحط بقى طاره، عايزين بقى حد يقف عشان يقدر يقف، يعني حط ستيب ده. خد الصغير ده، حط ستيب ده مش عالي اوزان. عذبناه النهارده. تعالى يا معلم، تعالى يا معلم. عايزين استبايه ويقفوا فيها عشان يقدر يطلع يقف. ما هو هحط طاره، هو يقف على السباح عشان يقفز على رجلي. هنجيب بس ستيب يا جماعه عشان لسه حاصل اصابه دلوقتي حالا لحد بسبب التمرين ده. حالا كانت عاليه جدا وهو ما قدرش يطلع المسافه دي كلها. الموضوع كان صعب. عامل ايه يا اسطى؟ البنات اللي عايزه تنزل تروح الجيم كده تنصحيها بايه؟ انصحها يا بنتي اوعي تسمعي كلام حد يقول لك اوعي تروحي الجيم. ما تسمعيش كلام الناس اللي بتقول ان انا بكره البنات في الجيم، بالعكس انا امنيت حياتي كل البنات تلعب جيم، ومش شرط تلعب جيم تبقى زيي، ما تبقوش زيي، انا بقول اهو ما تبقوش زيي غير في حاجه واحده بس، ان انتوا تحبوا حاجه في حياتكم، سواء كانت العضلات، سواء كان شغلكم، سواء كان اي حاجه، حبوا حاجه في حياتكم وموتوا نفسكم عليها. ايا كانت ايه هي بقى، ما تسمعوش كلام حد يقول لكم فيه مستحيل. انا هقعد اهو واحط الطاره. لا 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 دي تحت. خليها تحت يركب يطلع عليها. اطلع عليها بقى يا لولو، اطلع واقف على رجلي يا عادل. انت تدوس على صباعي، دايس على صباعي يا ده يخرب. اولا هو في ايه؟ لا بقى يا جدعان بقى. انا حاسس لك. علي علي ما تقلبنيش يا علي. ها علي اجمد يا علي. علي اهو يا جدعان واقفينه على رجلي. صوت الشاب علي واقف على رجلي اهو. عاش عاش يا سمير. واديني شد اهو. عاش الله ينور يا علي. تتعور وتحب الاصابه؟ الله ينور. عرفت يعني ايه؟ بتعشق الجيم. بعشق الحديد، بعشق الحديد بجد. على مهلك على مهلك. السؤال الاهم، الناس بتسال بتاكل ايه؟ الناس اللي بتسالني بتاكلي ايه؟ انا واحده رياضيه، واحده رياضيه ماليش اي علاقه باكل الرياضيين. ازاي بقى؟ ولا افطار ولا غدا ولا عشاء ولا وجبات ولا نظام اكل ولا هاي بروتين ولا الكلام ده. انا يوم ما بفرح نفسي بجيب هايبر وزبادي اللي هو 15 جرام بروتين. ده يوم ما برتب على نفسي يعني. بس فماليش في الاكل بقى ولا الاكل، ممكن اقعد من الصبح اللي ما باكلش. عادي جدا. يعني بتاكل محشي زينا انا ماليش نفس اصلا للاكل، بس لو في محشي وعايز اكله باكله عادي. مش حارمه نفسي من حاجه. بس انا بحاول ان انا اراضي عضلاتي، وبرده ما بهايبرش قوي لان انا بحب الحلويات جدا جدا، بعشق الحلويات. ما بهايبرش لدرجه ان انا اعبي فات قوي، لان جسم البنت بيعبي فات عن الولد، ده طبيعي. يعني انا ممكن في يومين ثلاثه ممكن ازيد لي 3 4 كيلو لو كلت فات وكلت سكر كتير. انت ممكن ما تتجوزيش بسبب الحديد؟ عادي جدا، ما عنديش مشكله. ما عنديش اي مشكله. لو هل احد على ثقافه ان هو يدعمني في ده ويبقى حابب ده، يا اهلا وسهلا. لو مش لاقي الحد ده يبقى الحديد ابدالي من اي حد. خدت الحديد كشو يعني وحاجه لجسمك، ولا مثلا ان انت تلعبي بيه بطولات تدخلي بيه منافسات؟ بصراحه ولا خدته عشان ده ولا خدته عشان ده. مال. انا بحب العضلات بس. انا بسعى 18 سنه عشان دول عيالي وبربيهم، مش عايزه منهم حاجه. عايزاهم يكونوا انا عيالك كده. ده عيل اهو. وده عيل اهو. وده عيل اهو. عيال كتير عندي، عيال كتير قوي بسعى عليهم. حتى العيل اللي وراني ده بيلعب برضه. ورينا قولوا في عيال ما ينفعش تشوفه.
عيالي اهم يا جدعان اللي بيسال على عيالي. عيال كابتن ياسمين يا جماعه هو اللي عيالي يا جدعان ادعوا لهم عندهم امتحانات ثانويه عامه. بنات تحبي تقولي ايه لمتابعينك ولي البنات اللي خايفه تخوض التجربه؟ يعني البنات اللي خايفه تخوض التجربه يا حبيبتي لو انت واحده حابه العضلات حابه الجيم عايزه تعملي عضل وخايفه بس عشان انتقادات الناس في داهيه الناس ما تسمعيش لحد. الحديد مش وحش، العضلات مش وحشه، مش شرط تعملي حجم اوفر زيي، مش شرط تبقي زيي، اعملي الحجم اللي انت عايزاه يا حبيبتي، اللي انت عايزاه اعمليه. اهم حاجه يبقى عندك اصرار وعزيمه ان الشيب اللي انت عايزه توصلي له هتوصلي له. تخسي، تتخني، تظبطي جسمك، تبقي بنت، تبقي زيي، تبقي اضخم مني، اللي على هواكي اعمليه. كابتن بيبصلك ليه كده؟ الكابتن مش عارفه يمكن من انصار الرجل اللي بيكره ان البنات تطلع عليها في الحاجات الشديده. ما كنتش ربيتك. هي انت من احسن اللاعبات بجد ومن افضلهم، وهي فعلا بتحب الحديد، وهي فعلا بتعشق اللعبه، وهو طموحها لنفسها وهي نفسها تبقى حاجه. وبجد لو في اي حته ثانيه كانت اتقدرت قوي عن كده. بس انا مش عايزه اروح حته ثانيه، انا عايزه افضل في بلدي. انا ضد كتير، انا يعني انا مرنت بنات كتير، وعلى مدار عمري انا بالي في اللعبه دي سنه 92 بجد. يعني شفت حد مدمن زيي؟ اكتر لعيبه شفتها ويمكن اكتر من رجاله كتير بتتحدى نفسها رغم الاصابه رغم الالم، رغم عندها قوه تحمل كبيره جدا جدا فوق خيالك. مهما كانت ظروفها، مهما كان عندها، عمرها ما غابت من التمرين، عمرها ما جت يوم قالت انا تعبانه. كل يوم هي في الصاله، كل يوم هي واحد مننا وفرد من اهم افراد الاسره عندنا. الناس بتعلق على صوتك، بتعلق على صوتك، صوتك يعني بيقول ان صوتك زي الرجاله، بيضايقك الكلمه دي؟ انا صوتي زي الرجاله؟ ده انا لما بيبقى في حد شايفني وفاكر ان انا واحد، حد فاكر ان انا واحد وبيسمع صوتي، اول ما بيسمع الصوت بيعمل كده، الصوت ده طالع منين؟ يبقى ازاي صوت راجل؟ الناس في الكومنتات بتقول كده. والله اللي شايف حاجه يا جماعه، انا مش طالعه عشان اقنع حد، معلش مع احترامي للجميع، رجاله وستات في المجال ومش في المجال، انا ما بطلعش عشان اقنع حد. انا بطلع عشان حاجه واحده بس، الناس اللي فعلا حابه اللعبه وعايزه تستفيد في اللعبه وعايزه طاقه ايجابيه تتابعني. اما الناس اللي مش حابه انا ما يلزمنيش متابعتهم من الاساس، انا مش عايزه اكتر متابعين. تمام، شكرا ليك يا كابتن ياسمين. عاش بقى. يمكن زي ما حضراتكم شفتوا قصه كابتن ياسمين اول مدربه في الجيم، وزي ما حضراتكم شايفين بالستايل بتاعها، اهم حاجه الدمبل ده، اهم حاجه الدمبل ده، الدمبل ده اهم حاجه، الدمبل ده تاريخ كفاحي. اليوم اللي بدات فيه حديد يا جدعان، اليوم ده انا بحتفل بيه كل سنه كانه عيد ميلاد عيل من عيالي، ما بحتفلش بعيد ميلادي وبحتفل بالتاريخ ده، احفظوه بقى. احلى عاش. الله ينور يا كابتن ياسمين، اشكركم على حسن المتابعه وشكرا لحضراتكم.